متنوعة المواد التي نستخدمها في سابق في العام الماضي، بالإضافة إلى ذلك قد حددنا الأولوية لهذه المعايير التي استخدمناها في شركة سابق من أجل الاستدامة. هذه هي الخمس أولويات تتعلق بالاستدامة في سابق من خلال كفاءة الكربون، الكفاءة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حددنا ذلك إذا كان يجب علي أن أقول ذلك، وكيف أن يمكن أن نقوم بإدارة هذه الانبعاثات، والتي في ضوء التغير المناخي هناك أيضا مشاريع أخرى نقوم بالعمل على تأسيسها، وفي مواقع جديدة نقوم بإنشائها. بالإضافة إلى ذلك فنحن ننظر من وجهة نظر التصميم أو مرحلة التصميم، كيف نستطيع أن نتأكد من أننا لدينا التقنيات، أفضل التقنيات الممكنة التي سوف تسمح لنا بأن نقوم بتجريبها حتى نتأكد من أننا نستطيع أن نطبقها، سواء كان ذلك من خلال المواد وهذه الأشياء التي من بين الأولويات التي قد حددناها في سابق. يمكن أن النظر في المنتجات التي نقوم بإنتاجها، سواء كان ذلك البلاستيك، وكما تكلم المتحدث السابق وقد أشار إلى أهمية البلاستيك، حيث يمكن أن يكون مصدرا مهما جدا، وهناك ويمكن أن يساعد كثيرا جدا في المجتمع الاستدامة، بالإضافة وفي التركيب في المواد إنشائية في المباني وفي السيارات وفي المركبات ومركبات ووسائل النقل المختلفة، حيث يمكن أن ينتج عن ذلك كفاءة في الطاقة. ونحن ننظر إلى المنتجات الجديدة التي نقوم بتطويرها طبقا لسياستنا ووجهة نظرنا، ما الأشياء وما دور الاستدامة في التأثير على كافة تلك الأهداف التي حددناها. أنا أحاول أن أعرج باختصار عن هذه الخطوات وبالتركيز على الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى ذلك الاستدامة. وبالتالي فإن الاقتصاد الإداري يعتبر ذات أولوية قصوى لنا، وفي ألمانيا الشهر الماضي ومن شهرين ماضيين سابق أطلقت أول مفهوم للاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، وحيث كنا نتطلع من خلال هذا الأمر أن نقوم بالعمل على قفل كافة المراحل المتعلقة بالمنتج من خلال الإنتاج حتى الانتهاء وحتى التخلص من هذا المنتج، وذلك من خلال دائرة متكاملة للإنتاج والتخلص من تلك الطريقة السليمة التي نقوم بالتخلص من تلك المواد في نهاية المطاف ونهاية دائرة الاستهلاك. وبالتالي حيث نقوم بأخذ هذه النفايات البلاستيكية ونقوم بعملها كمصدر خام، ونقوم بتحويلها مصدر خام، وفي هذا المعامل التجريبية التي قمنا بإنشائها، ومن خلال وسوف نقوم بقفل هذه الدائرة. وبعد ذلك هذه من أهم الخطوات التي يمكن أن تلعب دورا كبيرا جدا في الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري. بالإضافة إلى ذلك قمنا بتصميم نظام إعادة التدوير النفايات، من وحيث لدينا مواد مجموعة عدة مواد، وبالتالي فهذه المواد لديها أهداف، أن كي نقوم باستخلاص الماء والأكسجين من هذه، نستخلص الماء والأكسجين من هذه المواد، وبالتالي وحتى يتم تخزين الأطعام بطريقة جيدة وآمنة. وبالتالي ننظر إلى وحيث يكون هناك الطبقات المختلفة وخصائص خواص للمواد المختلفة التي نقوم بالعمل عليها، والذي يمكن أن يمثل ذلك صعوبات ما بين الدائرتين. وبالتالي نحن ننظر إلى إيجاد نظام من خلاله نستطيع أن نقوم بإعادة تدوير المواد بطريقة سليمة وبطريقة آمنة. هذا هو مجال تركيزنا في من خلال التركيز على الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر. الموضوع الأخير النهائي في خلال هذا العرض من خلال الطاقة المتجددة، سابق أيضا تنظر إلى الطريقة التي من خلالها يمكن أن نستخدم هذه الأمور لإنتاج الطاقة المتجددة. هناك ثلاثة أعمال أساسية لكي نقوم بالتخلص من الكربون في الصناعة. الأول الأشياء التي نقوم بها كفاءة الطاقة، نركز على الأمر
الأمر، كيف نستطيع أن نقوم بتحقيق هذا الأمر، كفاءة بحيث لا يكون لدينا أفضل العمليات، أفضل المعامل لإنتاج المواد التي نقوم بإنتاجها. النقطة الثانية، نقوم ب نحن يمكن أن ننظر كيف يمكن أن نستبدل استخدام الطاقة الكهربائية ومن خلال طاقة متجددة. والنقطة الثالثة، عملية الكهرباء، ولدينا العديد من العمليات في معاملنا من خلال الضواغط، ولدينا أيضا ولدينا التربونات البخارية، ونقوم بالعمل على استخدام كافة التقنيات المتعلقة بهذا الأمر. إذا ربطنا ذلك مع الطاقة المتجددة، وهناك طرق أخرى يمكن أن نبدأ من خلال عملية التخلص من الكربون أثناء عملية الإنتاج لدينا.